السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتكلم عن حول الحدث اللي جاي يجري بالعالم وهو فيروس كورونا، وهذا المرض اللي جاي ينتشر بشدة في العالم، في دول، في معظم دول العالم، اللي بدأ بالصين ومن ثم إلى كوريا الجنوبية وإلى إيران وإلى معظم دول العالم. الأخبار الواردة حول هذا المرض أخبار غير سارة بالحقيقة. صحيفة الإيكونومست نشرت مقال في تاريخ 27 فبراير بعنوان الفيروس قادم. اتوقعت هاي الصحيفة نتيجة المعلومات اللي عندها بأنه البلد المصاب بهذا المرض أو البلد اللي انصاب بهذا المرض نسبة إصابة السكان لهذا البلد راح تكون من 25 إلى 70% من سكان هذا البلد. يعني الصين مثلا لما ما انتشر بها هذا المرض نسبة الإصابة في هذا البلد راح تأخذ هذا الرينج من 25 إلى 70%. طبعا بالنتيجة البلدان تختلف، بلدان متطورة، بلدان غير متطورة، بلدان على قد حالها. يعني مثلا الصين استخدمت الحجر الصحي مثلا إلى هاي المدينة المصابة اللي بورت المرض، وهي حوالي حسب الأخبار بأنه ملايين من الناس، يصل تعدادهم من 40 إلى 50 مليون، وهي مركز صناعي، لكن حجرت على كل المدينة، بل حجرت على حتى على البيوت، استخدمت الدرون بحيث إذا واحد حاول يسلل خارج العمارة اللي هو ساكن بها أو خارج المنطقة السكنية اللي هو ساكن بها يجي له صوت من هاي الدرون بأنه ارجع إلى البيت وكذا، وبعدين نشرت سيطرات في داخل هاي المدن وخارج هاي المدينة. طبعا بهيك حالة يعني يقل الانتشار، لكن مع ذلك هكذا توقع صحيفة الإيكونومست. الاي اي الذكاء الصناعي سوبر كمبيوتر، كمبيوترات ضخمة اعطوها معلومات كثيرة جدا حول السكان بالعالم، الأمراض المنتشرة بالعالم، الأمراض المزمنة أو الأمراض غير المزمنة، الأدوية، التنقلات مال الناس، التبادل التجاري، التبادل الاقتصادي، الحالات يعني الملاعب، الرياضة، الكذا، أعمار الناس، هاي المعلومات. اتوقع بعد حصول على هاي المعلومات اللي داتا عظيمة جدا، معلومات عظيمة جدا زودوا هاي الكمبيوترات الضخمة، اتوقعت اجالهم التوقع بانه ثلثي سكان العالم سينتشر به المرض، يعني سيصاب ثلثي سكان العالم. اما ايش قد الموتى ما اتوقع هذا الكمبيوتر، فقط الاصابة بهذا المرض. وهذه ارقام طبعا جدا مخيفة وجدا مرعبة، لكن هي توقع بالحقيقة. منظمة الصحة العالمية وكثير من وزارات الصحة في الدول العالمية وكثير من العلماء يقولون بأن هذا الفيروس مستجد، ولا يوجد لحد الآن مصل أو دواء أو لقاح تحت اليد لهذا المرض، لأنه مستجد على الفيروسات اللي هو طبعا الإنفلونزا، لكنه مطور، هو طور نفسه أو ناس طوروا، ما لنا علاقة بهذه القضية، احنا ما نعرف هذه القضية، لكن لا يوجد لقاح لحد الآن لهذا المرض. كثير من العلماء أو كثير من الناس توقعوا بأنه ارتفاع درجة الحرارة في فصل الربيع سوف يحد من انتشار هذا المرض، سوف يحد من انتشار هذا المرض. لكن الناشيونال جيوغرافيك نتيجة المعلومات اللي حصلت عليها من كثير من علماء الفيروسات وعلماء الأمراض تقول بأنه لا، العلماء يقولون بأنه لا توجد لدينا أي انطباعات حول كيفية تصرف هذا الفيروس في درجات الحرارة لما ترتفع في الربيع أو في الصيف. لكن المعلومات الواردة من جامعة هارفارد، قاعدة البيانات البريطانية، مجلة الساينس ديلي، ناشر مقالات عن جامعة الملكية البريطانية في لندن بتاريخ 16 فبراير عام 2017، وأيضا المقالات المنشورة بجامعة هارفارد أعتقد عام 2016، وأيضا قاعدة البيانات البريطانية بعام 2017، بأنه فيتامين دي وليس فيتامين سي، فيتامين دي. هذا الفيتامين يقوي المناعة الشخصية للإنسان، وحين تقوية هذه المناعة من الممكن يكون المصد الأول لهذا المرض اللي هو الإنفلونزا، ويؤكدون بأن فيتامين دي يقوي المناعة ضد أمراض البرد والإنفلونزا. وأيضا خبر آخر، كثير من الناس
راحت إلى الصيدليات، وكثير من الصيدليات رفعت الأسعار بالدول حول الكمامات. إخواني، الكمامات اللي موجودة واللي منتشرة بين الناس هذه لا تفيد، لا تفيد قطعاً. نوع واحد من الكمام، ليش؟ لأن أولاً لبسها خاطئ، يلبسها الشخص هكذا، أكو فتحات بهذا المكان بجانب الأنف، أكو فتحات من هنا للفم، هذه الفتحات تؤدي إلى تبادل الهواء الحر. كمامات الN95 تحتوي على فلتر للهواء، هذه الكمامات هي الوحيدة اللي من الممكن أن تصد هذا الفيروس المنتقل عبر الهواء. الوصايا اللي طلنا إياها الأئمة سلام الله عليهم حول المصايب أو حول الأحداث اللي راح تصير، من الممكن أن تصير نتيجة انتشار هذا المرض في معظم بلدان العالم، راح يؤدي إلى، وانتم كلكم جاي تسمعون بالأخبار، غلق الحدود بين الدول العالم، قطع التبادل التجاري، تقليل الرحلات بين الدول، راح تؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة جدا. الخسائر المقدرة لحد الآن الخسائر المقدرة بأنه 6 تريليون دولار. كثير من البورصات بالعالم على حافة الانهيار. عفوكم من هذا برز العضلات واحنا هيك هذا ما لنا علاقة طبعا، والحبل على الجرار. عرفون راح تتوقف كثير من الأشياء، وهذا يؤدي إلى مشاكل اقتصادية. هاي المشاكل الاقتصادية مثلا بالنسبة للدول اللي تعتمد على الاستيراد، راح تقل بها المواد الغذائية المهمة، وكثير من وخصوصا العراق مثلا، كثير من المواد الغذائية يستهلكها يستوردها، كثير من الأدوية يستوردها، وكثير من الأشياء المهمة يستوردها من الدول. فإذا صار وباء عالمي طبعا راح تنغلق كثير من التبادل التجاري، التبادل الاقتصادي، التبادل العلمي، يعني الاستيراد بين الدول، غلق الحدود، توقف رحلات الطيران، كل هذا يؤدي إلى مصائب كبيرة جدا بغض النظر عن المرض نفسه، وراح يؤدي إلى فقدان كثير من المواد الغذائية المهمة والمواد الطبية. التأثيرات لهذه المرض من ضمنها ردود، خلينا ناخذ من عندها ردود الأفعال للدول. مثلا قائد الحرس الثوري الإيراني يتهم في تصريحاته الأخيرة، وكلكم سمعتوا، يتهم الولايات المتحدة الأمريكية، قناة الRT الناطقة بالعربية، في برنامج قصار القول بتاريخ 27 فبراير استضافت أحد الخبراء البيولوجيين إيغور نيكولين، واللي يحب طبعا يتابع يروح على هاي الحلقة ويشوفها بالكامل، وبها كثير من الكلام. إحنا لا نأيد هذا الكلام ولا نرفضه، إحنا مستمعين، لكن نريد نوصل إلى قضية معينة تهمنا إحنا ناس، بالنتيجة لازم نهتم لهذا الوضع. هذا العضو السابق في اللجنة الدولية الخاصة بالأسلحة الجرثومية، اتهام أيضا وجه هذا اتهام مبطن إلى الولايات المتحدة أيضا، وقوله وجود بعض مختبرات وغير ذلك، وتستطيعون أن تشاهدون هذه الحلقة بأنفسكم. من هذا وغيره والأحداث اللي موجودة الآن في مناطقنا في الشرق الأوسط، اختلاف الرمحان في الشام، اختلاف أهل الشام، الحروب اللي موجودة في المنطقة، التشنج الحاصل بين دول المنطقة وحتى بين دول العالم، العالم على حافة خطر محدق كبير، كلكم جاي تلاحظون هاي الأخطار. هذا الشيء هل أكو موجود؟ يعني أئمتنا قالوا في شيء معين، وخصوصا يعني كثير من عندكم يتابع هاي القضية ويتابع هذه المسألة. يعني مثلا لو صار ما صار، وهي بالثواني قعدنا الصبح لقينا فيروس مثل هذا الفيروس منتشر بالصين وصار اللي صار، من الممكن تصير أحداث كونية ما نعرف، يجي مذنب كذا، هاي الأخبارات، يعني الأحداث اللي تسبق الظهور. مثلا في حديث محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن قدام القائم بلوى من الله، قلت: ما هو جعلت فداك؟ فقرأ: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، ثم قال: الخوف من ملوك بني فلان، والجوع من غلاء الأسعار، ونقص من الأموال من كساد التجارات وقلة الفضل فيها، ونقص الأنفس بالموت الذريع، ونقص الثمرات بقلة ريع الزرع وقلة بركة الثمار، ثم قال: وبشر الصابرين. حديث آخر قدام المهدي، عن أمير المؤمنين قدام المهدي، قدام
المهدي المنتظر، يعني قبل الظهور، قبل الخروج. الموت الأبيض والموت الأحمر. ما هو الموت الأبيض؟ قال الطاعون. ما هو الموت الأحمر؟ قال السيف. يعني الحرب واضح. كثير من الروايات الأخرى، مثلا رواية أخرى تفسر هذه القضية أيضا، تقول بأنه هذا الموت الأبيض والموت الأحمر من الممكن من يصيب الناس، يروح من الناس 5 من أصل 7. لو نرجح هاي الرواية على الروايات الأخرى مال التنبؤات مال الـ AI، صحيفة الإيكونوميست وغيرها، راح نشوف شيء من التشابه. نرجو أن ما يكون هذا الشيء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الجميع. لكن على كل حال، هذه الأمور اللي شفناها، نقص الأموال كذا، أكو روايات أخرى تقول بأنه أمطار غزيرة تجي، وهاي الأمطار راح تفسد الثمرات، حتى التمر في النخيل يفسد. الأئمة شطونة مقابل هذا الشيء، الطونة الحماية، الحماية لمدة سنة، اللي هي هاي السنة اللي بيها المصائب تصير. طبعا علامات كونية، علامات أرضية، بالنتيجة وهي تهيئة الطعام، هذا المهم بالموضوع، تهيئة الطعام لمدة سنة. تعلموا ثقافة التخزين. هذا مو معناها الاحتكار، يعني أنا ما أريد أقول لكم روحوا ركضوا الآن على المحلات اشتروا، مو هذا القصد. القصد بأنه يجب علينا أن نعرف ثقافة التخزين للطعام حتى يكفينا لمدة سنة. طعام الدواء، وكلكم تعرفون الطعام، التمن، الطحين، الشكر، العسل، المعلبات وغيرها من الأطعمة اللي ممكن تحتفظون بها لمدة طويلة أو لمدة سنة حتى تخلص هاي المعمعات كلها، وبالنتيجة راح تنجون. هذه وصية الأئمة. أنا أخاطب الناس اللي من الممكن يثقون بهذا الكلام واللي عندهم إيمان بهذا الكلام، موجودة في جميع الكتب مالتكم، في جميع الكتب مالتكم. اسألوا أي واحد من رجال الدين اللي الآن مخبوصين بغلق الحدود، اللي هم رأساً بدوا بغلق الحدود. يعني الآن مثلاً محافظ كربلاء غلق الحدود، ما أنت شنو أنت غلقت حدود مال كربلاء؟ أنت لو برأسك حاض، لو برأسك خير، كان بنيت مستشفيات في كربلاء ذيك الفترة، كان أهلت البنى التحتية مال كربلاء في ذيك الفترة. بعدين كربلاء شنو؟ الدولة أخرى والعراق دولة أخرى. أنتم ما تستحون، ما تخجلون. على كل حال نرجع للموضوع الأصلي وهو تخزين الطعام. أنا حكيت لكم الأشياء الأخرى، وأكو روايات كثيرة لا مجال لذكرها الآن. روايات كثيرة، قدام القائم سنة يجوع فيها الناس ويصيبهم خوف شديد من القتل ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وغيرها. قدام القائم موتتان، موت أحمر وموت أبيض، حتى يذهب من كل 7 5، الموت الأحمر السيف والموت الأبيض الطاعون. أرجو أن تكونون على بينة من أمركم. مو جاء أنا أرعب الناس، لا، يجب على الناس أن تهيئ أمورها. تهيئة الأمر ما بشيء، يعني الحفاظ على نفسكم، الحفاظ على عوائلكم، على أطفالكم. ثقافة تخزين الطعام من اليوم ابدوا، ما مشكلة، أنا ما جاي وقت لا شيء، لكن يجب أن نعرف هذه الثقافة، يجب أن نعرف شلون نحمي نفسنا، على الأقل نحمي نفسنا، على الأقل أيضا نفيد الدولة اللي أو الحكومة اللي تحكمنا مثلا. خو مو كل شيء لازم نريده من الحكومة، الحكومات في الرخاء موجود كل شيء الآن عندكم بالرخاء. حاولوا أن تخزنون الطعام بصورة صحيحة، على الأقل على الأقل أن يكفي الطعام المخزون لمدة سنة. أرجو أن تتابعونا، أرجو الاشتراك بالقناة، لا تنسون التعليقات، أستفيد من تعليقاتكم. وشكرا مرة ثانية لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.